بقى بص انا هو. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في الحلقة الاولى من برنامجكم بيطري بيور الذي يأتيكم على هواء الصحة والجمال كل يوم اربع الساعة 8:30 مساء. بيطري بيور يعتبر هو امتداد لبرنامج بيور فيت اللي عملنا منه 20 حلقة على قناة الصحة والجمال. بذكر السادة المشاهدين بأهداف بيطري بيور اللي هي صحة وسلامة البروتين الحيواني. عاوزين الناس تاكل لحمة مضمونة، عاوزين الناس تغمس الرغيف العيش اللي الدولة بتديهولنا كل يوم بخمسة ساخ، ده تغمسه ببروتين حيواني سليم صحي صالح للاستهلاك الآدمي. عاوزين نلقي الضوء على مشاكل الطب البيطري، عاوزين نلقي الضوء على الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان واللي هم يزيدوا على 300 مرض واللي ممكن تتنقل للإنسان من الحيوانات حيوانات المزرعة اللي بيربيها في حقله أو الحيوانات المنزلية الأليفة اللي بيربيها في منزله زي الإيه الكلاب والقطط. بيطري بيور أيضا سياحة، فالاهتمام بحدائق الحيوان وعلشان برضو قلة الخروج عشان الكورونا وكده، فإن شاء الله هنجيب لكم برضو أجزاء من حديقة الحيوان. وبنقول كده لا هنروح الجنينة ولا هنشبك ايدينا، حديقة الحيوان هتبقى معاكم من خلال برنامجكم بيطري بيور. ايضا الطب البيطري او بيور فيت او بيطري بيور دي مشاريع انتاجية، هنقدم دراسات جدوى لمشاريع انتاجية لحل مشكلة الايه، لحل مشكلة البطالة. فان شاء الله بيطري بيور ده هيكون برنامج الاسرة المصرية من خلاله هتاكلوا لحمة مضمونة، ومن خلاله هتقوا نفسكم من الامراض اللي ممكن تتنقل من الحيوانات اللي ما نقدرش نستغنى عنها، سواء كانت الحيوانات الاليفه او الحيوانات الانتاجيه. ومن خلاله كمان هنحافظ على صحتنا واحنا مع بعض صامدون ضد الكورونا. والنهارده برحب بضيفي الدكتور بهاء صابر الغرباوي. دكتور بهاء صابر الغرباوي طبيب بيطري خريج دفعة 1987، حصل على الماجستير في أوائل التسعينيات، وحصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنة للجمال من كلية الطب البيطري جامعة القاهرة فرع بني سويف سنة 2003، وله باع طويل في الطب البيطري وشركات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف والأدوية. فهو يعتبر رائد من رواد الطب البيطري اللي خلق فرص عمل كتير قوي لزمايله والناس كتير قوي، وفتح لهم باب رزق بمشروعاته وتطلعاته وبطموحه اللي أنا شايفه أنه هو يفوق أساتذة الجامعة. فبرحب بيك دكتور بهاء، ونورت الصحة والجمال ونورت بيطري بيور. ربنا يخليك. اهلا بيك يا دكتور حاتم. الله يخليك. بسالك الاول يا دكتور عن شعورك ايه لما تلاقي في برنامج متخصص طب البيطري وبيقدمه مش اعلامي بقى، طبيب بيطري واستاذ جامعي في كل الطب البيطري، ايه رايك في وجود البرنامج ده؟ والله يا دكتور حاتم طبعا حضرتك استاذ علامه، يعني احنا بنحبك وبنحترمك، يعني انت شخصيه جميله بصراحه، يعني وكونك ان انت تهتم بالموضوع ده وتبتدي تنتج او تؤدي برنامج اعلامي يوضح صوره الطب البيطري ده شيء رائع طبعا. في حاجات كتيره مخفيه عن الساده المشاهدين عن الطب البيطري، هي فعلا محتاجه لتوضيح دور الطبيب البيطري، اهميته زي ما حضرتك تفضلت كده في المقدمه، وطبعا انت قلت كلام رائع اكيد طبعا على حلقات متسلسله. طبعا حضرتك راجل متخصص كده هيبقى البرنامج مميز وله طعم ومذاق مميز يعني. تمام. هو دكتور بهاء الغرباوي شايف مهنة الطب البيطري فين دلوقتي في مصر؟ بص حضرتك، انا لما دخلت الكلية سنة 82 كان في اختلاف بصراحة عن الوضع الحالي، يعني الحمد لله دلوقتي في طبعا انا هحس ان هي افضل، ولكن ليست للدرجة اللي احنا بنرجوها يعني. احنا لما دخلت الكليه يمكن حضرتك برضو تقريبا يمكن في نفس التوقيت، كان دور الطب البيطري الناس حتى يعني يمكن عمليه التنمر على الطب البيطري كانت كتيره قوي، دلوقتي يمكن قلت والناس فهمت دور الطبيب البيطري واهميته وفائدته، لانه طبعا دور الطب البيطري والصحه البيطريه هامه جدا للمجتمع بصفه عامه. برضو عشان تبقى الناس تفهم ايه الصحه البيطريه، الصحه البيطريه
هي تطبيق العلوم البيطرية لحماية الإنسان، تشمل بقى أمن وسلامة الغذاء من وبالنسبة لحماية الحيوانات من الأمراض، وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان. إن شاء الله نتمنى إن المهنة تتطور أكتر ويكون في كل مادة يبقى فيه اهتمام، وأنا شايف إن الدولة دلوقتي بتهتم بموضوع البحث العلمي وكل شيء، حتى يمكن سيادة الرئيس عامل مؤتمر إن شاء الله هيتعمل في أكتوبر خاص بالبحث العلمي وأهميته في المجتمع. ده برضو لسه حاجة لسه إن شاء الله هتبقى في المرحلة القادمة بإذن الله. طب أنا كلامك عجبني، بس حتة نتمنى دي الشعر بيقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. فنسيب التمني للناس اللي هم خارج الملعب، إنما الناس اللي داخل الملعب يقول أنا هعمل كذا هنفذ كذا، والهدف بتاعه ده يكون محدد وتايم ليميتد. ما هو ده يا دكتور بقى اللي خلاني ما اتمنى دي. لا انا لا ما هو ما انا هقول حاجه، ما انا بتمنى شيء. هو في طبعا ناس في المجال علماء بصراحه وناس بتحب المهنه كتير جدا يعني، وفي مراكز قياديه وبتدور على نفس اللي انا بدور عليه وبتبذل الجهد طبعا للحصول على هذا التمني اللي احنا بنقول عليه. وطبعا من خلال التمني اللي انا قلته دلوقتي ده، ان انا قدمت نفسي، ان انا قلت انا كنت الحمد لله بساهم في حاجات كتيره في المجال البحث العلمي والطب البيطري عموما على غير بنشاط الشركه عندي. سوري معلش. ولا يهمك. ربنا يخليك. فانا ابتدي قلت ايه، طب انا من خلال النقابه، النقابات، لان النقابات دي همزه وصل ما بين المهنه الطب البيطري، الطبيب البيطري والمهنه والمجتمع. ان شاء الله ديت انا مرشح نفسي في النقابه على اساس ان انا برضو يبقى ليا دور. بهاء في بهاء الغرباوي صاحب شركات وادويه وبيبيع وبيتاج والقصه دي، وبيساهم في الانتاج الحيواني من خلال تجاره الادويه البيطريه او مستحضراتها. عايزين بقى بهاء الغرباوي من خلال وجوده في النقابه في مكان ما يقدر من خلاله يقدر يحقق التمني اللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله، بالتعاون طبعا مع الاخوه الزملاء في كل القطاعات يعني. طب ماشي، ما هو ماشي. انا مثلا كطبيب بيطري في منطقه القاهره او في محافظه القاهره، حضرتك عاوزني ادي لك صوتي مثلا، طب انا عاوز اعرف انت هتعمل ايه اصلا عشان اديك صوتي، ولا دي لحد تاني ولا كده يعني؟ هو سؤال طبعا. لا والله خلينا نتكلم بصراحه، وانه واحد اتنين ثلاثه هعمل كذا يعني، فاهمني؟ بص عليك، في طبعا النقابات بتبقى تشمل حاجات معينه، في نشاط اللي هو يخص طبعا ده انا مرشح للنقابه الفرعيه حاليا. في النقابه العامه اللي هي بتشمل عموم الطب البيطري، وفي النقابات الفرعيه بيبقى من ضمنها اهداف معينه اللي هو نشاط اجتماعي وثقافي واسكاني ونشاطات ان تنمي دور الطب البيطري والدورات التدريبيه. احنا برضو عايزين ان شاء الله ننمي الجزء ده، ومن خلال برضو الدعم مع النقابه العامه الدكتور خالد سليم هو حاليا النقيب العام يعني، والحمد لله انا سعيد ان احنا علاقتنا طيبه جدا، ان احنا ممكن نقدر نوصل ل اهداف الطب البيطري، ويمكن ربنا يوفقنا ونقدر نوصل لوجود وزاره للطب البيطري الله اعلم. بس دي عايزه طبعا جهد كبير جدا من الاطباء البيطريين بتحسين الصوره والاداء والترقي والرقي في اداء المهنه باذن الله. يعني عندي برنامج كبير، بس طبعا هيحتاج، ما حدش بيشتغل لوحده دكتور حاتم. تمام. يعني انا لما اخش في مكان هتعاون طبعا مع الزملاء في كل القطاعات، في المراكز البحثيه عندنا مركز قمر البحوث، في قطاع شعبة الطب البيطري، في مركز بحوث صحه الحيوان، في مركز، في معاهد، في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، في قطاعات مختلفه. لما نتكاتف يعني انا دايما اقول ايه، ان نكون معا فهذه هي البدايه. تمام. يعني برضو انت 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 داخل على مكان مش سهل يعني. الدكتور خالد سليم اللي فاز بمقعد النقيب العام للاطباء البيطريين كان نقيب القاهره. مظبوط. فانت داخل مكان لا انا مش داخل مكان لا لا داخل مكان نمبر 1. عاوزين نشوف هو توفيق طبعا كله يعني. هو الراجل طبعا بذل في النقابه الفرعيه، وبالتالي طبعا تقدم للنقابه العامه مقابل ان هو عايز يبقى يؤدي حاجات افضل يعني للمهنه. يعني نقول ان انت هتعمل استمراريه على النهج اللي كان عامله الدكتور خالد سليم، وهتزود حاجات تانية ان شاء الله. ايه زي ايه؟ يعني خلينا بقى ان نبذل جهد يعني اصل حضرتك انا مقتنع بحاجه. كثير الكلام قليل العمل، يعني احنا مش عايزين نقعد نتكلم كتير. في واحد مثلا يقول لك ايه اهداف ورؤى وكلام من ده و20 نقطه وحاجات زي كده، وفي الاخر احنا عايزين الحاجه اللي تحقق النتيجه.
النتيجه اللي هتحصل دي ان شاء الله بالتضامن مع الجهات المختلفه، مع جهات الدوله السياديه، مع القطاعات الخاصه بالطب البيطري، لانهم طبعا لا يمكن نستغني عنهم في اللي احنا الطلبات اللي بيتطلبها الطب البيطري. لا يمكن انا بهاء الغرباء اشتغل لوحدي، انا مش سوبر مان، انا لازم اتعاون معاهم، لكن انا عندي الفكر وعندي الثقافه اللي انا تخليني اقدر اتواصل. الحمد لله ان انا على يعني اعتقد يعني والله اعلم ان شاء الله يعني ان انا عندي قبول ورضا مع جميع الزملاء في جميع القطاعات. يعني انا بالمناسبه بحييك طبعا ان انت مع البيزنس وكده والشغل في الادويه البيطريه انك حصلت على الدكتوراه وان انت من خارج الجامعه، يعني فده يعني بقول فيه عزيمه عاليه وهمه ممتازه لانك تقدر توفق بين الاثنين، بين البيزنس والفلوس وبين العلم وتحصيله. لا انا عايز اقول لك حاجه، ما انا 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 كنت اول دفعتي 5 سنين في الكليه، انا قعدت في الكليه كل سنه الحمد لله كنت بتفوق متفوقين. تمام. فانا يمكن لما خرجت من الكليه مش عشان حاجه يعني، لكن انا حسيت ان انا ما ينفعش ان انا ما اكملش مسيره العلميه بتاعتي، ان انا خلصت الماجستير مش معناه كده لا الدكتوراه، ولو كان في فرصه لابحاث واي اجراء اي ابحاث وانا بساهم في الابحاث العلمي عموما، وعديد من الزملاء اللي عارفين مقربين ليا دكتور بهاء الغرباء وعارفين مين دكتور بهاء وعارفين ان انا كنت ازاي بساهم وبساعد في هذه المواضيع يعني. طيب يا دكتور، وانا عرفت ان انت ساهمت في تطوير اداره خورشيد البيطريه باسكندريه. والله يا دكتور دي بقى ليها قصه جميله قوي. انا مش يعني انا ساهمت في التطوير لان انا طبعا بحب المهنه جدا على فكره، يمكن انا من القلائل يمكن اللي يتكلموا انا بحب الطب البيطري. لا الطب البيطري مهنه راقيه، هي مهنه وقايه علاج رفق بالحيوان. فانا كنت مع الدكتور يوسف شباط اللي هو مديريه الطب البيطري في اسكندريه، وهو بصراحه شخصيه جميله جدا وبرده من الناس اللي بيحبوا المهنه جدا، فقال لي احنا خدنا عن طريق الجيش عمل لنا وحده بيطريه رائعه ما تروح تتفرج عليها. فانا كنت بشتكي له ساعتها من سوء احوال الوحدات البيطريه عموما يعني، فرحت زرت الوحده البيطريه بصراحه لقيتها حاجه فوق الوصف يعني، حاجه بصراحه مستوى عالي جدا ورقي، وان شاء الله اتمنى في المرحله الجايه في يبقى في وحدات كل بيطريه كل الوحدات البيطريه في مصر تبقى بنفس الشكل. فانا تطوعت بقى الشركه بتاعتي A2M ان احنا نعمل حاجه ونجمل المكان بجزء بسيط، فاقترحت عليهم يعني نحمل ايه قاعه الاجتماعات المؤتمرات بحيث ان هي برضو تساهم في تنميه الموارد البشريه للاطباء البيطريين والناحيه الثقافيه والعلميه والمؤتمرات والندوات العلميه. تمام. فدي كانت يعني زي شابوه يعني كده حاجه كده للايه مبسوط يعني من كتر فرحتي، فرحت عملت القصه دي اديت، وطبعا شيء بسيط يعني. خدنا من المهنه كتير يا دكتور حاتم، فما فيش مشكله ان احنا نديها برضو حاجه جزء من اللي احنا استفدنا منها. جميل. طب يا دكتور، هو في حاجه بقى بتقرك الناس وبس عشان نقولها، بالنسبه للكلاب الشوارع كلاب الضاله والاذى اللي بتعمله وممكن بتخوف ناس كتير وبترعب ناس كتير بالذات الاطفال والنساء، بيحصل فعلا وبقت منتشره كتير قوي، دي حاجة. الحاجة التانية، ايه خطتك مثلا للتغلب على او للتخلص من كلاب الشوارع او كلاب الضالة، ماشي، في مر او مسمع من جمعيات حقوق الحيوان او الانيمال رايتس؟ حلو قوي والله. لا سؤال جميل جدا. بص حضرتك، احنا جمعيات حقوق الحيوان لازم تتعاون. بص حضرتك، انا طبعا ضد قتل الكلاب تماما، دي برضو ارواح وان احنا نقتلها دي انا مش يعني انا ضد هذا برضو، انا مع جمعيات رفق بالحيوان او حقوق الحيوان في هذا الموضوع. احنا ممكن نعمل ايه؟ انا اقتراحي يعني، يمكن برضو انا اقتراحي ده مش انا لوحدي، عديد برضو من الزملاء اللي احنا بيحبوا برضو الحيوانات، لان طبعا احنا مهنتنا زي ما قلت حضرتك رفق بالحيوان ايضا يعني. ليه ما يتعملش حاجه زي اسمها شيلتر او عباره عن ملجأ للحيوانات اللي هي بتاعت القطط الكلاب دي؟ بناخد الكلاب من الشوارع بدل ما نقتلها. طبعا في مراكز بحث علمي بتحتاج الحيوانات دي في بعض الاحيان في البحث بتاعها، تتحط فيها يتعمل. طبعا عمر الافتراضي بتاع الكلاب حوالي 7 سنين تقريبا متوسط يعني، ما بيزيدش عن كده. والكلب في الشارع ده يا اما لسه جار وصغير او وصل سنتين ثلاثه، فانا هاخده نقول المشروع ده مثلا 10 سنين في خلاله نقدر نتخلص من حيوانات الكلاب الضاله اللي في الشوارع، هنجمعها. بس جمعيه رفق الحيوان بقى عليها ان هي من الناس تتبرع لها وكده، طبعا الكلاب دي هتتحط لازم تاكل. تمام. فهم بقى يبقى الدولة اعتقد يعني لو الدولة تتعاون توفر المكان
حتى بحق انتفاع، ويبقى الجمعيات اللي يرفق بالحيوان تراعي الحيوانات دي لحد ما تبقى خلاص كده، يعملها عمليه كاستريشن طبعا اللي هي بيسموها بالعربي العقم، اللي تعملها عقم تعقيم يعني عشان تمنع التكاثر تاني. اللي هي كاستريت وبعدين ريليز بعد كده بالنسبه للميلز. لا ما هو بص حضرتك اقول لك حاجه، ما هو دلوقتي بيعمل ايه؟ هو دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيعملوا كاستريشن ويعملوا ريليز، يعني بياخدوا الحيوان يعملوا له عقم بتاعه ويسيبوه تاني في الشارع، ما عملناش حاجه. ما هو هيفضل برضه في الشارع ويضر الناس، احنا عايزين يفضل موجود في في المكان ده لحد لما يوصل لعمره الافتراضي وانت كاستب. ما هو اصل حكايه ان يبقى فيه شيلتر او في مأوى مش صعبه. لا انا الاراضي في الظاهر الصحراوي كتيره ومليانه وفاضيه، ما حضرتك انت هو سور وبتاع ده، وجمعيات رفقه بالحيوان دي بيجي لها تمويلات وبيجي لها دعم من الخارج. انا مجرد ما نبعت بس، وممكن من خلال النقابه ندعو لكده، ندعو للشركات، ندعو للجمعيات اللي بره انها تساهم ان هي تقدر تحمل، هنحمل الناس لان الاطفال بيخافوا. انا ممكن انا قدامي كلب يقعد الكلاب بالشارع دي بيسموها الواتش دوجز، اللي هي او يعني بتقعد تنبح بس كده ما بتاذيش يعني. بس ما حدش يعرف الكلام ده فيخاف. في ولد خاف وجري وصدمته سياره عشان خاف من الكلب. مش كل الناس هتقدر تواجه الكلاب دي وتقف ثابته. تمام. وهو مش عارف اذا كان مريض ولا لا، او عنده سعار ولا يعني ولا سليم. يعني هو البرنامج اللي هو بيقولوا عليه التي سي ار تراب امسك الكلاب. كان زمان يا دكتور لو تفتكر احنا زمان كانوا في بتاع بيسلوك كلاب. يعني اعمل خاصيه او صل الخاصيه وريليز وسيبهم تاني. هي دي اذا كان اصلا تكلفه العمليات دي بالنسبه للاعداد الكبيره من كلاب الضاله التكلفه بتاعتها كبيره. بس خلينا بس عشان ايه ما نبقاش حالمين اكتر من اللازم. لما تتعمل على مراحل، ما ممكن تتعمل على مراحل. يعني ممكن يعني مثلا يعني حكايه يا سيدي الضرر الوحيد بتاعها ان ايه؟ ان الكلب ده هيعيش لحد ما حياته تنتهي، انما مش هيخلف. فاهمني؟ التي سي ار دي هتبقى اقل وطأة في الماديات عن الايه؟ عن الشلتر اللي هو ان هاكلهم كلهم واجمعهم وكده يعني. هقول حاجه يا دكتور، ماشي كلامك مظبوط، بس احنا دلوقتي عندنا دلوقتي مشكله قائمه. احنا مثلا في الشارع ساعات بص تلاقي كميه الكلاب اللي ماشيه والاطفال اللي بتخاف منها دي كبيره جدا. احنا ليه انا ممكن من خلال مثلا نعمل بروتوكول لهذا الموضوع ونقدمه للجمعيات الرفق بالحيوان كلهم هيتقبلوا هذا، وهم يعرضوه على جمعيات بره ويبتدوا الجمعيات دي تساهم وتدعم مشروع كبير زي ده. هو مش هيبقى كبير قوي يعني، والكلاب دي ممكن بتشتغل في البحث العلمي. تمام. يعني حتى في بعض الجهات البحثيه العلميه بتحتاج الكلاب اللي هي تجري عليها بعض الفحوص الاشياء التجارب اللي هي بتفيد الانسان بعد كده. تمام. يعني دكتور برضو لو كنا عندنا برضو في برنامج خاص بكده هيبقى كويس بالنسبه للناس يعني. فاهمني؟ دي حاجه. طبعا. الحاجه الثانيه اللي هي بالنسبه للاطباء البيطريين وكده والبارا ميديكالز واللي هم بينافسوهم في سوق العمل وكده. فهتعمل ايه عشان تتخلص من البارا ميديكال اللي هم من خارج المهنه ويتقمصوا شخصيه الطبيب البيطري وبيتاجروا في الادويه البيطريه وبيمتهنوا المهنه، وايه وعندنا بطاله من الاطباء البيطريين لان ما فيش تكليف من سنه 1993. بص يا دكتور، طبعا هو ده دور النقابه العامه يعني، بس احنا طبعا كنقابه فرعيه المفروض ان احنا بندعم النقابه العامه في اداء دورها، لان طبعا زي ما اتفقنا بكده ان العمل ايه التكاملي اللي هو ايه ان احنا نكون مع بعض يعني رابطه واحده ونحقق النتيجه. طبعا فكره ان الباراميديكال دول بيتداولوا الدواء، هل حضرتك شفت صيدليه بشريه، صيدليه تداول ادويه بشري صاحبها مثلا الحاج فلان او عم فلان مثلا ومديره صيدلي؟ مفيش. ليه؟ لان يعني في قانون وفي تشريع. لما يصدر بقى قانون وتشريع ويمنع تداول الادويه البيطريه او ان المركز نفسه يكون صاحبه بيطري ويديره، يبقى في الحاله دي هيمنع الباراميديكال. الباراميديكال عنده فرص كتيره جدا. ما عند حضرتك دلوقتي احنا الانتاج الحيواني بيشمل ايه؟ استخدام ادويه بيطريه وتحصينات مش كده؟ واعلاف واضافاتها. تمام. الاعلاف واضافاتها دي بتبقى خاضعه لاشراف وزاره الزراعه والمركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف ومديريات الزراعه. دي ممكن يمارسها اي شخص يعني، زي الاوتو سي كده الحاجات اللي هي بتتباع. لكن ادويه لازم، عشان اصل حضرتك دلوقتي في نقطه مهمه جدا، ده انا افضل كمان ان الدواء ما يتصرفش الا للدكتور بيطري بالكريم بتاعه. انا بره كنت في المانيا، الدكتور بيطري بيروح متصل بالشركه يقول لهم رقم ايه اللي انا يعني رقم الكود بتاعه، في بيكود نفسه في الشركات برقم العضويه بتاعته في النقابه،
يطلب التحصينات، يطلب الادويه من خلاله، هو اللي يشرف على يعني مش بس ان انا اشتريها، لا ده هو يشرف كمان على وهي بتتاخد. احنا الادويه لان ممكن الادويه دي تدي بقايا لداخل الحيوان دي، بعد كده تتذبح ونيجي ناكلها، هتخلينا بعد كده احنا ما نعرفش ان ناخد الادويه، مش هتدي نتيجه عند الانسان بعد كده، لان حصل ريزيستنت اللي بيسموها، يعني حصل البكتيريا نفسها حصلت مقاومه للمضاد الحيوي نفسه. يعني هو كده حضرتك بتتكلم كده على الايه، مين اتصل؟ ماشي. الو السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. معك راضي يا دكتور حاتم. اهلا وسهلا. معك راضي، انا مهنيك على البرنامج الحلو ده. الله يخليك، الله يخليك استاذ راضي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انا بهنيك قوي يا دكتور حاتم على البرنامج العظيم ده. الله يخليك، ولو لك اي مداخله او لك اي استفسار بخصوص مشاريعك الانتاجيه او كده، او اذا كنت حابب باي معلومه تحت امرك يعني. والله يا دكتور برضو احنا عايزين راي حضرتك في الامراض المنتشره بالنسبه للفراخ البيضه. برضو الفراخ البيضة فعلا هنتكلم فيها ان شاء الله، هندي نبذة عنها في الحلقة دي، وهنخصص لها حلقة مخصوصة، ونستضيف استاذ الامراض الدواجن، علشان احنا بنتبع في برنامجنا بيتر بيور منهج فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فان شاء الله معنا الناس كلها يتابعونا ان شاء الله كل يوم 4 الساعة 8:30 على قناة الصحة والجمال. ومعنا ماشي يا دكتور. فهنستضيف استاذ امراض دواجن هيكلمنا على الحيثيات بتاع تربيه فراخ التسمين، وازاي المربي يقدر يستفيد منها، وكبلان برضو يتخلص من تقلبات السعر والبورصه والحاجات دي. طب اتفضل يا دكتور. خلاص الاتصال. شكرا. يعني برضو من ضمن الحاجات الراجل اللي هو اللي بيتاجر، بدأت انت 9:15، فين ال 25 دقيقة؟ لسه ما بدأنا يعني، لسه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. الأستاذ اللي اتصل ده واضح إن هو مش دكتور بيتر يعني. عنده مجالات تربية، مزارع، مشروعات، وإحنا بقى نشرف له عليها، إحنا نحافظ له عليها، مش لازم هو يخش في المجال بتاعنا. عنده فلوس يروح يعمل مزرعة ومشروعات إنتاج حيواني، سواء دواجن، إنتاج لحم، بياض، إنتاج الحليب، إنتاج أبقار، يعني عنده فرص كتيرة يعني. تمام. طب دكتور بهاء، إن شاء الله في عجالة كده عشان الوقت دهمنا، تقول لنا هتعمل الأطباء البيطريين اللي هم ما اشتغلوش، هل ممكن يبقى عندك خطة لتدريبهم أو لإن احنا نخلق لهم فرص عمل وكده بالتعاون مع الدولة؟ ان شاء الله. احنا طبعا نتمنى ان برنامج سلامه الغذاء، طبعا هو دلوقتي زي ما انا قلت حكي صحه البيطريه من ضمنها سلامه الغذاء، دي طبعا تشمل فرصه كبيره جدا للاطباء البيطريين، لان ده طبعا تخصص الاصيل للطبيب البيطري. ممكن نوجد فرص عمل وتدريبات عن طريق برضو ان احنا نحافظ لهم على عملهم كاطباء بيطريين في تداول الادويه البيطريه واللقاحات والمراكز التداول البيع وعيادات البيطرية، وإن شاء الله يعني بالتعاون مع النقابة العامة إن احنا نوجد لهم فرص العمل داخل القطاعات الحكومة، ودي إن شاء الله يعني بقى إيه، نتوجه بقى للسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعني إن هم إن شاء الله يوقفوا ويساهم، لأن القطاع ده مهم جدا للدولة يعني، أكيد هم عارفين دوره يعني. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله دكتور بهاء. وفي نهاية الحلقة بشكر ضيفي الدكتور بهاء الدين الغرباوي، المرشح لعضوية النقابة الفرعية بمحافظة القاهرة، نقابة الأطباء البيطريين. وأعزائي المشاهدين، بصحة الحيوان بفكركم، بصحة الحيوان مشاكل صحتنا محلولة، بيطري عالية فوق ومهنتي الأولى. استنونا كل يوم 4 الساعة 8:30 مساء على قناة الصحة والجمال. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، وهذا حاتم بهجات يحييكم من مدينة الإنتاج الإعلامي، وإلى اللقاء.